طيب هنروح ليد الاهلي. يد الاهلي سيدات بيستعدوا للموسم، وكابتن يحيى يوسف المدير الفني قال انا عايز اعمل ماتشات، بص على اللي موجود لقى اقوى فرقتين او اكتر فرقتين جاهزين يعمل معاهم ماتشات، منتخب الناشئات والشابات، منتخب مواليد 2002 ومنتخب مواليد 2004. كابتن يحيى يوسف عامل معاهم ماتشات كاستعداد للموسم الجديد. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين اللجنه المؤقته في اداره شؤون اتحاد اليد حددت مطلع شهر اكتوبر لبدايه الدوري. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا السنه اللي فاتت، انا دايما بحب اعيد وازيد ان فريق كره اليد سيدات نجح من تحويل تاخره في الموسم اللي قبل اللي فات وفقدان اللقب لاحتكار للبطولات الموسم اللي فات. ولمزيد من التفاصيل طبعا نحط الضوء على الفريق، معانا الكابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق. اهلا بك يا كابتن يحيى. كابتن يحيى اهلا بحضرتك، اهلا بيك. وحشنا جدا يا كابتن يحيى والله. حبيبي ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك، ربنا يخليك يا رب. كابتن طمنا على الفرقه واحكي لنا قصه الماتشين اللي حضرتك هتلعبهم دول ايه؟ بص حضرتك احنا فاضل يعتبر لغايه فتره الاعداد كملناها تاني عشان كان بطوله القاهره كانت المفروض هتبدا من اسبوع بس اتاجلت ماشي، ودلوقتي عملنا ماتش مع منتخب 2004 يوم الاحد اللي فات، وعندنا ان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي ماتش مع منتخب شباب 2002، وعندنا الخميس ان شاء الله ماتش مع منتخب 2004 تاني عشان هما بيستعدوا لبطوله افريقيا. بس دي المشكله اللي عندي حاليا يعني، وبس عندنا بس للاسف شويه اصابات كده في الفريق مش لذيذه، بس ان شاء الله الفتره الجايه كده. اصابات بسيطه يا كابتن يحيى يعني؟ اصابات بسيطه ولا اصابات يعني طويله بعد الشر؟ في للاسف في حاجه طويله، اللي هي الجون بتاعي امنية خالد ده للاسف خلع في الكتف وهتعمل عمليه. بس الباقي ان شاء الله في خلال 10 ايام كده اسبوعين ان شاء الله يكون في الملعب يعني. الف سلامه على امينه طبعا خالد، ونتمنى لها كل الشفاء. وخليني اقول لك كابتن كمان ان سندس خشانه معاك في المعسكر ولا لا؟ اكيد معايا اه طبعا، موجوده اصلا. طب هي انضمت يعني هي كنت يعني هي كانت مع منتخب تونس فخلاص انضمت ولا لسه مع المنتخب ولا هتروح للمنتخب تاني؟ لا هي كان في المنتخب ده في الكلام ده في شهر 6 كانت بطوله افريقيا ومع منتخب تونس واخدوا المركز الثالث. بعد كده اديتها راحه سلبيه 3 اسابيع وجت تتمرن مع الفريق، وهي منتظمه بقى في التمرين بقى داخله على شهر اصلا معايا. طب بطوله العالم هتلعب بطوله عالم سندس امتى ميعاد بطوله العالم؟ بطوله العالم بدايتها 2/12. لسه بدري طبعا، الفتره دي مش هتكون دلوقتي معانا وكده، انها تبقى مثلا قبلها باسبوع 10 ايام كده مع المنتخب التونسي معسكر، وبعد كده هتستقبل البطوله في اسبانيا، وان شاء الله ربنا يكتبها ان شاء الله، واحنا برضه ربنا يسهل ان شاء الله مستعدين طبعا للدوري نلعب لغايه، بس هي طبعا هي لعبه مهمه جدا وتفرق معانا برضه يعني. كل التوفيق يا كابتن يحيى وقلبنا معاك ان شاء الله، عايزين الثلاثيه السنه دي باذن الله. يا رب عليكم ان شاء الله. ان شاء الله. شاكر جدا كابتن يحيى طبعا مدير فني، كابتن يحيى يوسف مدير فني الفريق الاول لكره اليد سيدات، بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك، كل التوفيق طبعا لسيدات كره اليد.